كانت البداية عام 2016 حين قرر فريق دولي متخصص من العلماء الخروج في مهمة لمسح البحر الأسود لاكتشاف هل يوجد به آثار أو ما الذي يوجد في أسفل قاعه، وكيف يمكن اكتشاف كل ما يخص هذا البحر العميق، وأيضاً للحصول على دليل على استجابة الإنسان في عصور ما قبل التاريخ لارتفاع منسوب سطح البحر. انطلق العلماء في تلك الرحلة العلمية، وكانوا مجموعة من العلماء البريطانيين والأمريكيين والبلغاريين، والذين استخدموا تقنيات متطورة لرسم الخرائط تحت الماء، وتم استخدام مركبتين تم تشغيلهما عن بعد لالتقاط صور ومقاطع فيديو لحطام السفن، وتم تحويل هذه السجلات البصرية والمكانية الدقيقة لمجموعة من النماذج ثلاثية الأبعاد لرصد شكل السفينة وقتها. وقرروا استخدام السونار والمركبات التي يتم تشغيلها عن بعد، وكانت المفاجأة حين عثر الباحثون على 41 حطام سفينة كانوا محفوظين بشكل جيد للغاية لمدة 1000 عام من الزمن. وعلى الفور تم فحص حطام السفينة التي عثر عليها، لم تكن محفوظة بشكل جيد فقط، بل احتفظت أيضاً بتفاصيل معقدة عن بنائها الأصلية، فالأدوات الموجودة على الألواح الفردية بالإضافة إلى مواد المعدات هي سليمة، وملفات الحبال والعناصر الزخرفية الخشبية المنحوتة تدل على براعة البحارة من القرون الماضية وتركيزهم، وهذا الاكتشاف يمثل النطاق الواسع للفترات الزمنية والحضارات التي يمثلها حطام السفن، ويعود تاريخ هذه السفن من القرن التاسع إلى القرن التاسع عشر، وتشمل تلك السفن البيزنطية والعثمانية والإيطالية في العصور الوسطى، حيث قدمت البضائع التي تنقلها وسائل النقل التجارية معلومات قيمة عن شبكات التجارة الواسعة التي كانت موجودة في تلك الفترة، وتنوعت السلع من المعادن الثمينة إلى التوابل. ويعتقد أن العواصف العنيفة هي المسؤولة عن غرق هذه السفن، وليست المعارك أو المواجهات مع القراصنة كما اعتقد البعض، حيث عانى البحارة من الطبيعة غير المتوقعة لعواصف البحر الأسود. وقام الفريق بجمع عينات أساسية من قاع البحر، حيث ستخضع هذه العينات لتحليل دقيق، مما يسمح باكتشاف كيفية تنقل شعوب ما قبل التاريخ. وفي عام 2018 اكتشف الباحثون أقدم حطام سفينة سليمة في البحر الأسود، ويعتقد أن عمرها حوالي 2400 عام، ولا يزال البحر الأسود يعتبر مليئاً بأسرار كثيرة، خصوصاً ما يسمى داخله بالبقعة الميتة، والتي من الممكن أن تحتوي على الكثير من الآثار القديمة التي تكشف عن كيفية تعامل البحارة مع ذلك البحر.